أوضحت السنة التحذير من أن يقتتل المسلمون فيما بينهم وأن يقتل بعضهم بعضا عند مسلم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولذلك إذا أتى أحد ينازع ولي أمر المسلمين فإنه لا يجوز أن يعان. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث عرفجة عند مسلم قال: إنه سيكون هنات وهنات، يعني شر وبلاء وفتن. قال: إنه سيكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وأمرهم جاء